للمزيد ينضم الينا من اسطنبول الاستاذ سمير صالح استاذ العلاقات الدوليه في جامعه اسطنبول استاذ سمير مرحبا بك معنا لو نفهم معك بدايه خلفيات هذه القضيه وطبيعه التهم الموجهه لاوغلو لاسيما وان التهمه الابرز الموجهه لا هي اهانه المسؤولين ماذا يعني ذلك؟ صحيح دعني احيي الجميع اولا طبعا المسألة بشقها القانوني مرتبط بنتائج انتخابات بلديات إسطنبول في العام 2019 ونجاح أحزاب المعارضة من الفوز مجددا بعد اعتراض حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات وقتها وخلال تلك الفترة كان في تصريحات سياسية مرتبطه بزياره قام بها امام اوغلو الان رئيس بلديه اسطنبول الى فرنسا، ومن هناك اطلق بعض المواقف والتصريحات التي اغضبت قوى الحزب الحاكم، وزير الداخليه التركي وقتها قال انه بين مزدوجين استخدم عبارة الأحمق عندما كان يتحدث عن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو الذي يذهب إلى أوروبا للتقدم بشكوى وينتقد بلده هذه العبارة وكبها رد من قبل إمام أوغلو على وزير الداخلية التركي وهيئة العليا للانتخابات رأت في تصريحات إمام أوغلو أنه هو يوجه رسالته الي الهيئه العليا للانتخابات وليس الي وزير الداخليه بنفسه وهكذا ذهبت الهيئه العليا للانتخابات تقدم بشكوى وتدخل الادعاء العام وفتح دعوى ضد امام غلو على اساس انه يحقر ويذم بالهيئه العليا للانتخابات ووصلنا الى هذه النتيجه معم. اليوم. طيب المعارضه تقول بان للقضيه خلفيه سياسيه وهي محاوله لاقصاء منافس بارز في الانتخابات المقبله للرئيس اردوغان، كيف يمكن ان تنعكس هذه القضيه ايضا على المشهد السياسي؟ في تركيا لا سيما ان البلاد طبعا كما تعلم مقبل على انتخابات صحيح سؤال مهم أظن الإجابة ستكون مرتبطة بمسارين من الناحية القانونية بعد الآن كيف سيتقدم هذا الملف لأن المحكمة الأولى أقرت الحكم بالسجن ل 32 شهرا وحضرت العمل السياسي لإمام أوغلو طبعا عنده الآن فرصة الذهاب إلى الاستئناف وبعد ذلك إلى التمييز ثم ربما المحكمة الدستورية في تركيا إذا كان في ضرورة وبعد ذلك عنده أيضا الأبواب يذهب إذا شاء إلى محكمة ستراسبورغ لحقوق الإنسان طالما أن تركيا جزء من هذه المحكمة كما تعرف أنت أيضا لا. في الشق القانوني المسألة لم تنتهي ما زلنا في بداية النقاش لكن في الشق السياسي رأيي الشخصي تاريخ 14 كانون الأول 2022 في تركيا سيحمل معه نقاشات كثيرة على مستوى الداخل مرتبطه بهذه القضيه ومرتبطه م. بلعبه التوازنات، ونحن نذهب الى انتخابات برلمانيه م. ورئاسيه بعد سبعه اشهر. بالفعل بالحديث عن لعبه التوازنات استاذ سمير صالح وقد تحدثت ايضا عن الانتظار ربما كيف سيتقدم هذا الملف في حال يعني ذهب القضاء في ادانه اكرم امام اوغلو وسجنه ربما كيف يؤثر ذلك على التوازنات السياسيه وعلى المشهد ايضا؟ في تركيا وحسابات كل طرف في هذه القضيه ايضا. صحيح يعني محكمه الاستئناف لا اظن انها ستحسم موقفها او قرارها بمثل هذه السرعه، نحن معدل المحاكمات في حالات من هذا النوع تتجاوز السته اشهر، لذلك انا لا اظن انه محكمه الاستئناف ستعطي قرارها قبل ذهاب تركيا الى الانتخابات لذلك الشق القانوني سيبقى سيظل يناقش في الداخل التركي وسيكون له ارتدادات شئنا ام ابينا على ملف القضيه بالبعدها السياسي النقطة الأهم هنا أيضا هي كيف ما الذي سيقوله الرئيس رجب طيب أردوغان؟ لأنه يعني في أصوات نعم معارضة تنتقد القرار وتحمل الحزب الحاكم الكثير من المسؤوليات في هذا الملف لكن أيضا في أصوات محسوبة على حزب العدالة والتنمية تنتقد ما جرى ايضا لذلك الان رده فعل الرئيس التركي مهمه م. للغايه لانه هو سيكون المرشح الذي سيقف في معركه طيب. انتخابيه بالتالي يمكن يعني ان تحصل بعض التنازلات المعارضة. في هذه القضيه خوفا ربما من التصعيد وتسخين الاجواء قبيل الانتخابات؟ من الناحيه السياسيه لابد ان يكون هناك تليين في المواقف من قبل قيادات العداله والتنميه برايي، لماذا؟ لأن تصعيد في الملف من قبل العداله والتنميه سيوحد قوى المعارضه اكثر فاكثر وسيمنح المزيد من الفرص الى امام اولو ربما ليكون هو مرشح المعارضه، كما تتذكر في العام 1998 الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقف أمام المحكمة في تركيا في حالة مشابهة تحت شعار المغدورية. ووقتها استطاع أن يسجل اختراق سياسي انتخابي شعبي كبير. ويصل إلى قيادة البلاد. الآن الكثير من الأقلام والأصوات تقول أن الحالة مشابهة مع إمام أغلوة. تذكرنا بما حدث مع الرئيس التركي. مصطلح المغدورية الآن سيناقش لفترة زمنية طويلة في الداخل نعم. التركي. اشكرك جزيلا الشكر الاستاذ سمير صالحه استاذ العلاقات الدوليه في جامعه اسطنبول شكرا لك